هبدأ مع حضرتك طبعاً ونتعرف أكتر على منطقة سقارة. ما هي منطقة سقارة وإمتى تم إنشائها؟ طيب أنا عايز أقول إن منطقة سقارة هي جزء هي تعتبر قرية تقع جنوب غرب محافظة القاهرة على بعد 35 كيلو متر من محافظة القاهرة، تابعة لمركز البدرشين التابع لمحافظة الجيزة. نعم. هي تقع على الجهة الغربية من نهر النيل. طيب إيه هي سقارة؟ فمعنى كلمة سقارة هي متاخد من اسم الإله سكر اللي هو اسم الإله المحلي لهذه المنطقة. طيب ما هي سقارة؟ سقارة هي جبانة من ضمن الجبانات التي كانت تتبع مدينة منف. مدينة منف اللي هي أول عاصمة لمصر كلها، والتي كانت تسمى الجدار الأبيض عند قدماء المصريين، والتي أسسها الملك مينا موحد القطرين بعد أن وحد القطر الشمالي والقطر الجنوبي. اختار هذه المنطقة للسيطرة على القطر المصري كله، وجعل مدينة منفس اللي هي مكانها دلوقتي ميت رهينة لتكون عاصمة البلاد. مدينة منطقة سقارة هي جزء من الجبانة المنفية اللي تعتبر بتتكون من في حدود 9 أماكن زي مروش في الشمال، الجيزة، البشت، لغاية ميدوم، الدهشور، كل ديت مزونة، كل ديت أماكن تتبع الجبانة المنفية. كان مدينة منطقة سقارة طبعا هي من أقدم الجبانات التي تتبع مدينة منف. طيب إيه حكاية هذه المنطقة الرائعة؟ طيب مثل هذه المنطقة بما تحتويه من أسرار وأهرامات متعددة الأنماط أثبتت للعالم كله بأن المصريين القدماء هم أول من. طيب ما هي برضو أهمية هذه الجبانة؟ الجبانة دي قدمت لنا الكثير والكثير من المعرفة والأسرار عن الحياة اليومية، لأنها لا تضم فقط مقابر ملوك، لا بل تضم أيضا مقابر وزراء وأفراد، فجعلنا لحنا نقدر نعرف إيه هي الحياة اليومية الخاصة بها. طبعا هذه المنطقة أو الجبانة تتكون من 3 قطاعات، القطاع الشمالي والقطاع الجنوبي والقطاع الأوسطي. من أهم اللي بيقدمته لنا هذه الجبانة علوم في السياسة، علوم في الزراعة، علوم في الصناعة، علوم في الفلك، في الطب، في الدين، لدرجة حضرتك لو هناخد شق ونتكلم عنه زي مثلا الشق الدين، قدمت لنا وقالت لنا إن القدماء المصريين كان عندهم بما يسمى بالاعتقاد أو بما يرتقي به الديانة، التي بدأت عندنا في نصوص بعض الأهرامات التي تم كتابتها في هرم أناس، وتطورت بعد ذلك إلى هرم الملك تي في الأسرة السادسة، ثم تطورت في الميدل كينجدم أو الفترة الوسطى أو الدولة الوسطى إلى ما يسمى بنصوص التوابيت، حتى وصلت في الدولة الحديثة إلى ما يسمى بكتاب الموتى. هذا الكتاب الذي يقوم يتبعه النصر القديم بتنفيذ تعليماته بالعمل على فعل الخير وتجنب الشر. فده بيدل لنا ان هذه المنطقه قدمت لنا السر العظيم اللي احنا نقدر نعرفه، وهي اهم الالهه اللي كانت موجوده في هذه الفتره. طيب لو رحنا على السياسه، السياسه قدمت لنا مجموعه كبيره جدا من الحكايات عن السياسه. يمكن قدمت لنا من اهم الحكايات اللي موجوده احتفال كان بيتم، احتفال سياسي اللي هو احتفال الحبسيت اللي هو جلوس الملك 30 سنة على الحكم وتجديد شبابه مرة أخرى، وده كان تم الاحتفال فيه بالمجموعة الجنازية للملك زوسر اللي بلاها الملك زوسر في الأسرة الثالثة، وتحت إشراف الوزير العبقري بن حطب الذي يعني اسمه في اللغة المصرية القائد في سلام. طبعا قدمت لنا وهو بيقوم الملك زوسر بالطقسات المختلفة والمتنوعة في القيام بإخضاع طور أو قتل طور من الشمال وطور من الجنوب، دليل على قوته وسيطرته على الشمال والجنوب. وبعد كده يقوم عامل طقسة السيمة طويل أو طقسة توحيد القطرين، ويقوم رايح على ناحية الشمال ويطلق سهم في ناحية الشمال وناحية الجنوب، ويطلق سهم ناحية الجنوب وناحية الشرق والغرب بالمثل، دليل على إخضاع البلاد. ما كناش نقدر نعرف هذه الطقوس إلا عن طريق هذه المجموعة اللي شرحت لنا إن المكان دوت هو أقدم هرم بني من الحجر على كوكب الأرض، وقدمت لنا قد إيه العمارة كانت متطورة، لدرجة حضرتك إن في هذا الهرم اللي هو الهرم المدرج لو شفنا التهاليز اللي بتلف حوالين الهرم المدرج ده هنلاقيها في حدود 5000 متر. يعني لو ما كانش إنسان أو ما كانش اللي داخل ده عارف
ايه هي المكان كويس هيتوه تحت الارض من كتر الدهاليز اللي موجوده. قدمت لنا كمان التطور الملكي والاصول المصريه القديمه، وقالت لنا كمان ان المصري القديم حب الزراعه والمناظر اللي المصري القديم قدر يقارنها او يرتبط بها بالزراعه. طيب قال لنا ايه؟ قالت لنا ان الزراعه ارتبطت مع المصري القديم بالفلك، وكان الفلك في مصر القديم علم بارع جدا. المصري كان بيراقب السماء، وعن طريق مراقبة السماء قدر يقسم السنة عنده إلى ثلاث فصول، اللي هو فصل بيرت اللي هو فصل الشتاء، وفصل أخب اللي هو فصل الفيضان، وفصل الشمو اللي هو فصل الحصاد. وقدر يقسم كل فصل كان بيضم 4 شهور، وكل شهر فيه 30 يوم، وكل شهر فيه 3 أسابيع، وكل أسبوع فيه 10 أيام. فظهر عندي ان مصر القديم قدر يعد الايجابي اللي موجوده، وقدر يتفوق على اقرانه اللي موجودين في كوكب الارض في هذه الفتره، ويقدر يعرف ايه الفلك. طبعا بنلاقي المناظر الحصاد اللي هو كان طبعا موجوده عندنا في مقبره برهوكا ومقبره كاجيمني، كل دي بتبقى بتقدم لنا كيف كان المصر القديم يهتم بالزراعه، كيف كان المصر القديم يقوم بعمليه الزراعه والحصاد ومراقبه الارض، وايضا الاحتفالات التي كان يحتفل بها المصري القديم في الزراعه. طبعا من اهم المحاصيل اللي كان بيزرعها طبعا محاصيل القمح اللي احنا طبعا فخورين بيه دلوقتي، واللي احنا بنعيد نشوه المصريين في الاحتفال بهذا الموسم، موسم حصاد القمح. طبعا الشجر اللي كان بيزرعه زي شجر الاكاسيا وشجر الجميز اللي تعتبر عنده شجره مقدسه. طيب كمان قدم لنا المصري القديم اثبات على ان هو كان بارع عندنا في الصناعه، بدليل اللي هي مقبرة مكت اللي هي بتعود إلى الدولة الوسطى، اللي لقينا فيها زي باكيت موجود بيحاكي الطبيعة في ورشة لصناعة الكتان، لأن هو كان بيحب يعني الملبس اللي هو كان مصنوع من الكتان، ويقدم لنا مراحل صناعة الكتان من بداية عمل النول وبداية غزل الكتان وعمل خطوط الصدرة وخطوط اللحمة، وبعد كده يبتدي يعملها كقماش ويبتدي يعملها صناعة للملابس للرجال والنساء. قدمت لنا كمان مقبرة مرروكا شيء جميل جدا اللي هي صناعة الزجاج. احنا ما كناش نعرف اللي فيها احنا يا دكتور كل ده موجود حاليا في منطقة سقارة، يعني بالفعل اتفضل موجود ومناظر مسجلة. ده حضرتك غير صناعة الزجاج كمان اللي احنا ما كناش نعرف اللي هي كانت موجودة عندنا في أجدادنا قدماء المصريين. لا احنا كان عندنا صناعة الذهب، واللي كان قائمين على صناعة الذهب هم الأقزام، علشان ايديهم الصغيرة اللي كانت سهل تشكيل القطع الذهبية، لدرجة ان الذهب كان عندنا كان يسمى في اللغة المصرية نيبو، وده اللي لغاية دلوقتي احنا بنطلق على بلاد النوبة منطقة مصر السفلى نيبو، او بلاد النوبة اللي هي ارض الذهب. قدمت لنا كمان ماذا كان يأكل المصري القديم؟ طيب عن طريق المطبخ اللي كان موجود عندنا وبيقدم لنا المناظر، كيف كان المصري القديم يطهي الخبز، كيف كان المصري القديم يعمل على طهي اللحوم وطهي الدواجن، ايضا كيف كان مقبره الجزارين اللي احنا موجود عندنا في سقاره، كيف كان يقوم المصري القديم بذبح ونحر المواشي، وايضا بعمل قدمت لنا اللي هو كان رفق، عنده رفق بالحيوان، ما كانش طبعا يقدر يذبح الحيوان الا لما يغمي عينيه ويبتدي يقوم بعمل تقديم المطعم والمشرب للحيوان قبل ذبحه، ايضا ببعض اللمسات التي كان يقوم بها المصري القديم لتهدئه الحيوان قبل ذبحه. ده بيدلنا للمصري القديم قدر يعرف ايضا كمان الرفق بالحيوان. طبعا عندنا حاجه كانت جميله جدا اللي هي مناظر صناعه البردي اللي كانت موجوده عندنا كمان. بننتقل الى ان المصريين زي ما احنا قلنا قدروا يعرفوا الفصول اللي موجوده في الفلك، قدر كمان المصري القديم يقدم لنا وجبه دسمه عن العمليات الجراحيه اللي كان بيقوم بيها من عن طريق مقبره عنخ محور
بعملية أول عملية ختان بتتم في مقبرة عنخ المهور اللي بتعود بالأسرة الخمسة اللي موجودة في سقارة، أيضا مناظر السيدة الحامل ومراحل تطور الحمل بالنسبة لها، وأيضا قدم لنا أول طبيب للأسنان طبيب حيث راع ومقبرة طبيب حيث راع والأدوات اللي كافي كان يستخدمها حيث راع، ويعني بنظهر للعالم كله إن إحنا أجدادنا قدماء المصريين أو من احترفنا مهنة الطب، بل وكان لدينا أول سيدة طبية وهي الطبيبة بيسي شيت من الأسرة السادسة التي كانت تتلقب بلقب وزير إيمي ميشي سينوه أو ما يطلق عليه الآن وزيرة الطب أو وزيرة الصحة في مصر القديمة، قدمت لنا شيء من الأشياء الغريبة، بعض الأجزاء أو القطع التعويضية للأجسام، زي مثلا ما بيحصل عملية باتري دلوقتي في لا قدر الله عند أي حد بيتعمل له أجزاء تعويضية في تركيب بعض صباع قدم، لقينا هنا عندنا جزء تعويضي وأطراف صناعية مصنوعة من خشب الجبنيز تضاهي الحياة.